رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، وكنا في بداية لقائنا النهاردة نوهنا واتكلمنا عن مكالمات التليفون الطويلة بدون داعي. اعتقد في الفترة الأخيرة زي ما قلنا في بداية اللقاء انه حصل منافسة شديدة بين شركات التليفون سواء المحمول او الارضي، وبدأت المنافسة دي تكون بالفعل في صالح المستهلك اللي بدأ يستهلك التليفون بشكل مفرط، بعيدا كمان عن المشاكل الصحية اللي ممكن او الاضرار الصحية اللي ممكن يسببها التليفون المحمول، اللي في بعض الاحيان بتكون بتنفي ان يكون في اضرار واحيانا بتؤكد ان في اضرار. ولكن ايه سلبيات التحدث الطويل على التليفون بدون داعي زي ما بنقول؟ في فقط اكتشف نفسك هنكتشف هذه السلبيات مع دكتور محمد ابو فرحة. اهلا بك يا دكتور معنا، يسعد صباح. يسعد صباحكم كل المشاهدين، يسعد صباح. دكتور محمد، ليه بنرغي في التليفون؟ الفضاء يعني هو فيه مشكلتين مهمين قوي او مشكلتين خطيرين جدا. احنا اتعلمنا في الثقافه بتاعتنا ان كل ما نلاقي كتير احنا بنحب الكتير، يعني احنا كشعوب، مش عايزين نقول كشعوب عربيه لكن هي ثقافه عامه بتبقى موجوده واحنا بنشوفها في حياتنا، دايما بنحب الاكل الكتير قوي، مش مهم ان احنا بعد كده الاكل ناكله او ما ناكلوش. خليني ارجع بالحته ديت لنقطه مهمه قوي واساسيه اكتشفتها من كام يوم كده في احصائيه موجوده كان بيتكلم فيها احد الوزراء المعنيين بان اكتر حد في العالم بياكل عيش بيستهلك قمح، والانسان المصري بيستهلك قمح بكميه مهوله جدا، مش عارف 186 كيلو في السنه حاجه كده قد وزنه مرتين ثلاثه. ولما بدانا نشوف الكلام ده ليه فلقينا ان هو متوفر كتير قوي، رغم ان احنا عندنا في ازمه شديده جدا بنستورد القمح، مش لاقيين ناكل، مش لاقيين رغيف العيش، عندنا طوابير عيش ناس بتموت فيها. كل الكلام ده كلنا عارفينه، بالرغم من كده احنا اكتر ناس بنستهلكه. بس هو احنا بنستهلكه عشان فعلا بناكله، عشان فعلا بنستفيد بيه، ولا علشان احنا عندنا ازمه؟ يعني مش هنقول حتى ده هو متوفر فكتير، لا ده هو في ازمه، وبالرغم ان في ازمه الا ان معدل استهلاكه عالي جدا. ده ايه؟ رغيف العيش بناكل بيه كل حاجه. سيبنا بقى استهلاكه عالي جدا ده لان هو بيروح على الارض معينة. لا لا لا، هو احنا ده بالنسبه للانسان المصري على وجه العموم، يعني احنا بنتكلم الكلام ده الكلام ده بيبقى بيتجاب، الكميه اللي بتيجي بتتقسم على عدد السكان، ما لهمش دعوه بقى بالطبقه المعينه، وما لهمش دعوه بالفئه العمريه او السنيه او الثقافيه، راجل ست مش دعوه بالكلام ده خالص. ده هم مثلا 100,000 طن مثلا بيتقسموا على 1000 واحد بيطلع نسبه كده. نيجي نشوف مكالمات التليفونات المحموله، كل الطبقات المصرية، كل الطبقات معني بيها الناس الأغنياء والناس الفقراء، الرجالة الستات، شوية عند الستات هنتكلم فيهم، شوية عند الشباب هنتكلم فيها، لكن كلهم عندهم أزمة مالية. مهما كان الناس أغنياء، أغنى أغنياء العالم عندهم أزمة مالية، مش شرط إن الأزمة إن هو مش لاقي فلوس يعني، لكن الأزمة إن فلوسه بتتناقص جدا، إن حجم إنفاقه واستهلاكه بيعلى جدا. أشد حاجة موجودة في مصر بقى، مش هنتكلم على العالم العربي، نحدد في مصر، في الاسر المصريه في اعلى فاتوره بقت موجوده، مش فاتوره المايه اللي احنا بنقراها كنكته ان في المايه مش عارف كام جنيه في الشهر، ولا الكهرباء، لا الموبايل، لا التليفونات، لا اتصالات. طب ازاي 35 مليار جنيه مكاسب شركات الاتصال من 55 مليون مواطن مصري اساسا، 40% منهم تحت حد الفقر؟ دي حاجه نكته. هنلاقي ان اللذيذ قوي في الموضوع ان كل الناس اللي تحت حد الفقر، يعني هي نسبه كده مش احصائيه معموله، لكن هنلاقي اكتر من 80% منهم عندهم خط وعندهم خطين وعندهم ثلاثه. ليه؟ اصل كان في عرض رائع جدا في ان الدقيقه في شركه كذا ديت قلت قوي، ده الدقيقه بقى في شركه كذا قلت، طب نجيب الخط دوت، ده الدقيقه في شركه كذا قلت، ده احنا عندنا نسبه من المكالمات المجانيه في شركه كذا، فنبدا والله ده ببلاش ابو بلاش، كتر منه. بدانا نكتر من ابو بلاش بس احنا ما خدناش بالنا لان في حد فاصل ما بين ابو بلاش وابو فلوس، ففجاه ابو بلاش دوت تحول لابو فلوس، فجاه بقى موجود في ثقافتنا تعودنا عليه. خلاص احنا تعودنا ان احنا نتكلم، فلما بقى بفلوس ده كلام فاضي، يعني ده فلوس، ده قروش قليله، فبدانا نزود شويه في القروش. لكن اللي احنا ما نعرفوش ان تكوين الجبل الكبير قوي، اي جبل في الدنيا، اي مبنى احنا شايفينه ورانا او قدامنا، المكان اللي احنا فيه بيتكون من ذرات رمل صغيره قوي، عليها شويه زلط، عليها شويه طوب، عليها شويه اسمنت، عليها شويه حاجات على بعض، عملوا جبل كبير جدا. هي دي القروش وابو بلاش اللي كترنا منه، بدا يبقى تكلفه عاليه قوي على الضغط العصبي، على الضغط الذهني، على الضغط الفكري، على الميزانيه.